لابته لابته وقفة شوميلة 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 يا المركز الثاني وعبور بن شعيل تعبر بأول رموز المهرجان السنوي العبور 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 عبرت العبور عبرت العبور سلام يا بن شعيل سلام سلام يا العبور سلام تهانينا والناموس لمالك العبور من اختطف الشلفة الفضية للإنتاج يسلم رموزي هذا المساء نائب رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن سعادة عبد الله بن محمد الكواري ألف مبروك يا بن شعيل عبد الله بن سالم بن شعيل تستاهل فوز العبور اللي عبرت بشلف الانتاج وجعلنا مسند تستاهل خير يا ابو بريك وفالنا وفالك ان شاء الله وفال المشاهدين ان شاء الله كلهم مش سلاله العبور العبور ابوها ولد شاهين الرقود وامها من هجنا من هجنا العمانيات الاول القديمه مشاركتها قبل اختطاف الرمز اليوم مشاركتها عندها ثلاث سباقات وجايه ثالث او رابع على السياره والناقه قويه واجد الى الله بارك احنا من يوم سبقت الناقه نبيها للشوط هذا شعارك اليوم متميز ومميز من خلال اختطاف ثلاث أشواط في الفترة الصباح الحمد لله رب العالمين هذا توفيق من الله أبو بريك الله وفقنا وسبقت عندنا برمودة صاحبة أفضلتين في الشوط الأول اللي بعد الرموز وسبق وراها أخوة حسان في الشوط الأول قعدان الانتاج وبرمودة صاحبة أفضلتين وثاني أفضلتين عليها في الركض الحصان هل في مفاجآت أخرى في السنة اللي جاية ولا خلاص؟ لا خلاص باقي عندنا جذعة واحدة في السيارات وإن شاء الله نقول إن شاء الله الفوز الناموس عبد الله في متهدي هديه إلى سيدي سمو الأمير الشيخ تيمين بن حمد راعي هذا السيارة الأمير الوالد وإلى والدي والشعب القطري الكريم وحبي إن شاء الله وجهك زعلان ومس دائم شكرا جزيلا وجهك ما يشيل ويا مرحبا بكم أسهلا Show me.